إذا يعني الحكومة تصر على موعد السادس من حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المقبلة، لكن يبدو بأن هناك يعني متعلقات ما زالت حتى هذه اللحظة بعاتق البرلمان أو على عاتق البرلمان العراقي. هل تبدو الرغبة يعني فعلا ذاهبة باتجاه إجراء الانتخابات في هذا الموعد بالتحديد؟ يعني طبعا هو إعلان الحكومة بهذا الشيء هو نوع من الإحراج للبرلمان أو إلقاء الكرة في ملعب البرلمان بالقول أنه إحنا مستعدين باقي عليكم. فعلا الكرة في ملعب البرلمان أم فقط للاستهلاك الإعلامي؟ لا، أنا أعتقد أنه الكاظم عندما يقول ذلك لابد أن يكون يعنيه، وإلا بخلاف ذلك سيتعرض أيضا إلى فضيحة وتشهير وإلى آخره من قبل من يريد أن هو يحرجهم في البرلمان. فبالتالي يبقى السؤال هو قائم، من الذي يرغب في حدوث الانتخابات في هذا الموعد ومن الذي لا يرغب بذلك ويحاول قدر الإمكان تعطيل الموضوع أو تأجيله أو حتى إلغائه إذا صح التعبير. فطبعا القوى الحقيقة منقسمة، يعني القوى القديمة المتعارف عليها اللي أنا سميتها في أكثر مرة بالدولة العميقة في داخل النظام الحالي حائرة بهذا الموضوع. هناك أسباب ذلك الانقسام دكتور الناصر؟ هناك إحساس عام بأن النظام يترنح وبأن هذه الانتخابات لن تمضي كسابقاتها، التزوير فيها لن يكون بنفس السهولة التي تمت عليها، فبالتالي هنا جاء الانقسام. هناك من يقول مثل ما رتبنا أمور الانتخابات السابقة كلها نستطيع أن نرتب هذه الانتخابات ونتغلب على هذه العقبة، وهناك من يبدو يخشي ويقول من يضمن لنا ومن يدرينا ما سيفعل، وهناك من يتربص لكي يعتبر هذه الانتخابات القادمة بمثابة الخطوة الأخيرة للانقضاض على هذا النظام، يعني يعد نفسه بأنه هو قادر على وراثة هذا الوضع السياسي المترنح. هذا وارد، يعني مثل هذه الرغبة الأخيرة، هذا وارد عملية الانقضاض على ما تبقى؟ بالتأكيد لا تبدو العملية سليمة، لا تبدو الرغبة سليمة ولا تبدو استعداداتها سليمة. يعني مثلا مقتدى الصدر يعلن أصبح الآن جهارا وبشكل معلن أنه ينوي الاستيلاء على هذا النظام في الانتخابات القادمة، طبعا من خلال الأصوات أو إلى آخره، ويحاول أن يرهب الجميع. يعني ما حدث في الحبوبي وما حدث في ساحة التحرير هو نوع من مثل ما يقولون بالمثل المصري اذبح القطة ليلة الفرح، تخويف الكل، من يريد أن يخوفهم مباشرة من خلال قمعهم وهم ثوار تشرين بالدرجة الأساس، ومن يريد أن يخيفهم بدرجة غير مباشرة خصومة في العملية السياسية لكي يقول لهم افسحوا المجال لي أنا من أريد أن أرث. وهناك من يشجع وهناك من يشجع على حدوث هذه المظاهرات بالخلف ويعتقد أنه بالنتيجة هو من سيرث هذا الموضوع. وأنا أشير إلى السيد الكاظم. يعني بالتالي يعني السؤال الحاضر في هذه النقطة بالتحديد دكتور الناصر، يعني رئاسة الوزراء أو حتى من سيشكل الحكومة لابد أن يتم خلال التوافق، يعني كيف يمكن الحديث عن عملية انقضاض أو حتى سيطرة على رئاسة الوزراء يعني في هذه الفترة بالتحديد بغياب التوافق؟ نعم أحسنتي، هو النظام هذا النظام الحالي السياسي نظام قائم مثل ما قلتي حضرتك على تعبير التوافق، أنا أسميه نظام الأوليغارشي، اللي هو مجموعة فرقاء، مجموعة عصابات مافيا تسيطر على هذا الوضع بالاتفاق، هذه حصتك هذه حصتي. هذا النظام الآن يترنح، هناك من يعتقد عن حق أو عن باطل أنه بإمكانه أن يحسم الموضوع لصالحه. يعني مقتدى الآن يتكلم بشكل شبه صريح وأصدقائه وجماعته أنه راح نجيب 100 مقعد في الانتخابات القادمة، معناها القدرة على تشكيل حكومة لمفردة بدون توافق، لا أكراد لا عرب لا سنة لا شيعة، هو جماعته فقط يشكلون حكومة. وهناك ربما آخرين لا يفصحون عن نفسهم أيضا يفكرون بنفس الطريقة. القسمة المعتادة للكعكة الآن تتعرض للشك، تتعرض للخوف من أنه تعالوا خلينا نعيد تقسيم من جديد، أو هناك من يفكر أريد أن أستولي عليها لوحدي. من هنا جاءت اختلاف الانتخابات القادمة إذا عقدت في موعدها عن الانتخابات السابقة اللي حصلت في كل سنة. طبعا سنأتي إلى جزئية الترنح فيما يتبقى لنا من وقت، لكن مشروع قانون المحكمة الاتحادية، قانون الانتخابات والتعديلات التي من المفروض أن تتقدم بها رئاسة الجمهورية وربما يعود مرة أخرى لإقرار تلك التعديلات في مجلس النواب، ناهيك عن مشروع قانون الاقتراض لتمويل الانتخابات، كل هذه ما زالت تشكل حتى الآن عقبة في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. يعني هو مثل ما قلت لك ست سودة، المشكلة الأساسية تكمن في أنه الوضع الآن اختلف.
الأطراف الدولة العميقة القديمة تريد قانون على المقاس لكي تعيد إنتاج هذه الانتخابات مثل ما الانتخابات السابقة. الخوف هناك، هناك أطراف أخرى تقول لا، يجب علينا أن نقدم أداء مختلف، يجب علينا إلى آخره، وهناك من يفكر بالاستيلاء. لهذا صارت الصراع حول هذه القوانين. هي القوانين ليست صعبة، يعني بإمكان بقعدة واحدة تحسم وتقر وتنتهي الموضوع، لكن صراع المصالح هو اللي يقف وراء تأخير إقرار القوانين لحد الآن. والكاظمي من خلال إعلانه الحالي بأنه هو مستعد، هو أيضا نوع من الدفع باتجاه الإسراع بتشكيل هذه القوانين، لأنه ربما يعتقد الكاظمي بأنه هو واحد من الأفرقاء الذين قادر على أن يرث النظام المترنح. نعم، وتحديدا فيما يتعلق بالمترنح ربما هذه الصراعات ستحسم بالتالي سقوط هذا النظام أو بقائه على ما هو عليه الآن. المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور الناصر دريد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا ضيفا في هذه النشرة. شكرا.